الحكمة والشيخ من حمق يسير كل الناس دينه. يا ليت الشعر ما استحيل ما قلته أولا في اللاذقية وحدة في اللاذقية وحدة. و مسك الكلام هو راي الأستاذ الدكتور أسعد غني، وشكرا لحسن استماعكم وأعتذر لغاز الإطالة، ونستودعكم إلى كلام الأستاذ المشرف. فقط فقرة واحدة، أنا حضرت آخر محاضرة أنا حضرتها للدكتور أسعد علي، وأنا أيضا من رواد وعشاق محاضرات الدكتور أسعد علي، ومعرفتنا أيضا قديمة بفضيلته، ودائما أستفيد من كل مجالسه العامة والخاصة التي حضرناها. آخر محاضرة أنا حضرتها الأخوة أعتقد حضروها الدكتور يبتسم معي، هي محاضرة زمان الجمال في المركز الثقافي العربي في المسجد. وأنا في طول عمري الذي طبعا نصف عمر الدكتور لم أحضر محاضرة وندوة لأربع ساعات متتالية. حضرنا من الساعة السابعة إلى الحادي عشر، ورأيت واقعة السادة الأعزاء الذين حضروا تلك المحاضرة. أعتقد الصالة كانت مليئة وواقفين حتى على الفواصل، وبقوا إلى نهاية المحاضرة. أنا كنت أراقب السادة الذين خرجوا، والدكتور كان يقول أنتم حلوا في أمركم ممكن أن تخرجون. أعتقد الذين خرجوا لا يزيدون عن 20%، فنحن في خدمة الدكتور لأربع ساعات أخرى نقول الندوة من الآن تبدأ. أربع كلمات على كل حال نترككم أيها السادة الكرام والأساتذة الفاضل مع محاضرة فضيلة الدكتور أسعد علي، وقبل أن يتفضل الدكتور هناك محاضرة، نقول لكم هناك محاضرة للدكتور أسعد علي يوم 8 حزيران القادم بعنوان الحرية من الموت، الحرية من الموت في مكتبة الأسد الوطنية الساعة 6 مساء يوم 8 حزيران القادم. على كل حال نستمع وإياكم إلى مسك ختام هذه الندوة، وهي محاضرة لفضيلة الدكتور أسعد علي فليتفضل. مشكورا. نقيب الأشراف السيد محمد القادري شيخ طريقة القادرية
الذي أعطانا 240 طريقة صوفية. أنا عنده في سجلات الصامتين، ولكنه دائماً كلما التقينا وحتى في عالم الحلم يضحك ويقول نعم، ولكن كل من لديه سلاح يريد أن يجربه عليه. وهكذا أصبحت مكروح الصوت دائماً من كثرة الكلام لتؤكد قيمة الصمت. كان نقيب الأشعار يسمعنا إذا نوينا وهو في جيلان أو في الجزيرة السورية، وينهض ويأخذ الهاتف. ماذا تريد؟ أريد أن نذهب إلى ذكرى الإمام الخميني. بس من أخبرك ربي؟ تتعجب طبعاً الذين يقرؤون شعر الإمام الخميني في الفناء في الحب يفهمون تماماً ماذا يقول نقيب الأشراف على الفناء في الحب. يعني أريد أن أتكلم دقيقة أو دقيقتين أو كلمتين حول ما يمكن أن يكون لهؤلاء الفانين في الحب. حديث الإمام الخميني هنا بوزن الرباعيات له 22 رباعية وله 7 ترشيحات، وهي من أرقى ما قرأنا في مثل الفتوحات المكية وفي مثل فصوص الفكر، وهو شاعر فصوص الفكر ومعلم شعر عربي بطن طويلا، ولذلك دخل هذا المدخل. المدخل مع نقيب الأشراف ومع الإمام الخميني لكي لا يستغرب مني إذا تحدثت عن الخيار كما فرضه علي هذا الحداد وسيد المكان والمستشارية. قالوا أنا ينبغي أن أتكلم في عصر الخيام، في عصري. أنا نظمت شيئا في عصر الخيام، لكن عصر الخيام يبدو عصر هيك رسموا لي هذه اللوحة جماعة الاتحاد العالمي، عصر الخيام والنقد السلجوقي. وكتبت بحثي برباعية واحدة في طبعاً تعليق على هذا الرباعي، لكن هي رباعية واحدة بمنهج الخيام ووضعت تحت عصر الخيام. رباعية مني لكن بروح الخيام وبمنهج الخيام. فكرت هكذا، هل عصر الخيام يحدده بثلاثة قرون؟ العصر السلاجقة يعني قرن الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر الميلادي، هل هذا عصر الخيام؟ خيام في تحديد أنه توفي في 1132، يعني وفاته وولادته في القرن الحادي عشر ووفاته في القرن الثاني عشر. في منتصف هجرية، في منتصف، أنا أتكلم الميلاد القرون الميلادية، في منتصف الفترة السلجوقية، يعني العصر السلجوقي الذي عاش فيه الخيام، كان هو في قبل بعده سلاجقة وهو في هذا القلب في نيشابور، والذي نيسابور هناك ونيسابور